اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. ايضا كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ده كابتن اسلام. انا هسال احمد بس سؤال الاول. ممكن اتفضل. طب سؤال، طب طب الجاكيت لونه ايه؟ مسابقة اليوم يا جماعة، مسابقة اليوم النهاردة، جاكيت أحمد لونه إيه؟ عشان لا لا ما يعني قولوا لنا السؤال النهاردة يا جماعة، جاكيت لونه إيه يا أحمد؟ يعني ممكن نقول أنت إيه رأيك يا كريم؟ نعم فوشيا ولا بينج؟ ممكن نديه لكريم يلبسه على الجاكيت. أنا متفاهم، أنا متفاهم، أنا متفاهم إن أحمد هو يعني طبعًا طبيعي إن هو يخش في مرحلة جديدة من بس هو شياكة طالما المدام اللي اختارته خلاص يبقى شياكة ذوقها حلو. خليني ابدا معاك يا احمد ومع كريم في هذه الفقره. ابدا معاك قبل بس ما ابدا معاك خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من امام الاهرامات، من امام او على سفح الاهرامات، و بطولة السوبر أو النخبة في السوبر وتكريم النادي الأهلي كأكثر الأندية حصولا على السوبر المصري خلال أو السوبر المحلي خلال الفترات السابقة، ووجود عمرو بيه فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في هذا الاحتفال وتسليمه لجائزة النادي الأفضل أو الأكثر تتويجا بهذه البطولة، ويقول لنا برضو الأخبار إيه والدنيا عاملة إزاي في امام سفح الهرم. ناس ليها تقف قدام الهرم واحنا الناس ليها نقعد هنا مع بعض كده قدام فخلينا نذهب لزميلنا فاروق صلاح ويحكي لنا على اللي بيحصل هناك. اتفضل يا فاروق. برحب بيك كابتننا الكبير كابتن اسلام الشاطر، وتحياتي للزملاء الاعزاء الدكتور احمد ثابت والاستاذ كريم سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. وبالفعل يا كابتن إسلام هنا من أمام سفح الأهرامات، يعني اعتزاز بتاريخ مصر وحضارة مصر وحضارة الفراعنة، اختيار مميز جدا للإعلان عن بطولة سوبر الأبطال، البطولة إن شاء الله اللي تم تحديد موعد انطلاقها وهتنطلق في الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد أبو ظبي في الفترة من 24/12 إلى 29/12. خليني أقول لك إن تم حسم ثلاثة فرق في المشاركة في هذه البطولة. النادي الأهلي بطل الدوري المصري طبعا وبطل كأس مصر، طبعا بيشارك فريق بيراميدز وصيف بطولة الدوري في هذه النسخة، وأيضا بيشارك فريق سيراميكا وهو بطل كأس يعني بطولة الرابة، كأس الرابة بيشارك فيها فريق سيراميكا. إذا يتبقى الفريق الرابع يا كابتن إسلام، وطبعا الجميع بينتظر مباراة الأهلي وإنبي في الدور قبل النهائي لكأس مصر. يعني انت عارف ان المواجهات كأس مصر الاهلي وانبي وبيراميدز والزمالك. خلينا اقول لك بقى كابتن اسلام ان في هذا السياق يعني لو يعني في حالة فوز فريق انبي في هذه المباراة وصعوده الى المباراة النهائية، اذا هو الفريق الرابع اللي هيشارك في هذه البطولة طبقا لي يعني الامور او يعني اللوائح الموضوعة. تم طبعا في حاله عدم صعود فريق انبي للمباراه النهائيه وفوز النادي الاهلي، وده الامر اللي احنا بنتمناه وصعود النادي الاهلي الى المباراه النهائيه، اذا بالتالي هيتم استدعاء فريق فيوتشر، لان فريق يعني طبقا للائحه بيكون الفريق الثالث في جدول الترتيب وهو نادي الزمالك. ولكن طبعا نظرا لانسحاب نادي الزمالك في البطوله او النسخه الماضيه من كاس السوبر، وبالتالي تم استبعاد نادي الزمالك. اذا في حاله صعود النادي الاهلي الى المباراه النهائيه يكون فريق فيوتشر هو صاحب الترتيب يعني الرابع في الدوري، هو اللي هيكون الفريق الرابع في هذه النسخه من البطوله. عايز اقول لك طبعا تم الاعلان عن جوائز هذه البطوله او النسخه الجديده لهذه البطوله. جوائز البطوله اذا قد يكون البطوله النادي الاهلي ثم نادي بيراميدز ثم نادي سيراميكا كليوباترا والفريق الرابع ما بين نادي إنبي لو صعد للدور النهائي في بطولة كاس مصر، أو نادي مودرن فيوتشر اللي هو فيوتشر سابقا يعني، صح كده؟ بالظبط بالظبط يا كابتن اسلام، وده بالتحديدا اللي يعني تم تحديده. يعني خليني يعني النقطه دي بالتحديد، يعني احنا يعني لجانا للمسؤولي الاتحاد المصري لتوضيح هذه الامر،
قال ان الترتيب لجدول الدوري الاهلي الاول ونادي بيراميدز الثاني ونادي الزمالك الثالث ونادي فيوتشر الرابع. في حاله وجود الاول والثاني في النسخه هذه في البطوله ومشاركتهم في البطوله اذا يتم استدعاء الفريق الثالث في جدول الترتيب. ونظرا طبعا زي ما قلنا لانسحاب نادي الزمالك وقرار باستبعاده من هذه النسخه وهذه البطوله اذا هيتم اللجوء الى الفريق الرابع في جدول الترتيب وهو نادي فيوتشر. وهذا الامر حسم تماما تماما يا كابتن اسلام. وده معلش خلينا نبقى واضحين في كلامنا بعد انسحاب نادي الزمالك في النسخه السابقه من بطوله السوبر. بالظبط يا كابتن اسلام، يعني نظرا لانسحاب نادي الزمالك في النسخه السابقه وبالتالي يستبعد نادي الزمالك من النسخه التاليه، وبالتالي تم استبعاد نادي الزمالك من هذه النسخه والمشاركه في هذه البطوله. وده زي ما اكد لنا اكثر من يعني من مصدر ومن مسؤول الاتحاد المصري اللي اكدوا هذا الامر. طيب مكافآت هذه البطوله اعتقد ما بين 250 و 125 دولار 1000 دولار يعني. خليني اقول لك بالتحديد بالظبط يا كابتن اسلام، خليني اقول لك يعني لو احنا بنتكلم على الجوائز طبعا صاحب المركز الاول هيحصل على الميداليه الذهبيه و 250 الف دولار، صاحب المركز الثاني 125 الف دولار، صاحب المركز الثالث 75 الف دولار، وصاحب المركز الرابع 50 الف دولار. خليني اقول لك ان طبعا اليوم على هامش الاحتفال بانطلاق البطوله وتدشين البطوله تم تكريم النادي الاهلي لامرين مهمين جدا، وتسلم طبعا الجائزتين معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، تسلم جائزه ان النادي الاهلي الاكثر تتويجا وحصولا على البطوله ب 13 بطوله، وايضا النادي الاهلي هو الاكثر الانديه المصريه المشاركه في هذه البطوله، وبالتالي حصل النادي الاهلي على جائزتين، جائزه الاكثر تتويجا والاكثر مشاركه في البطوله. خليني اقول لك برضو ان الاجواء هنا يعني الضيوف او السادة الحضور مجلس أبو ظبي اللي قايم بدور كبير جدا واللي تحدث عن عمق العلاقة اللي بتجمع ما بين الشعب المصري والشعب الإماراتي وإن الأمور يعني بتمتد إلى سنوات كتير جدا. طيب. والدور الكبير جدا اللي بتلعبه القيادة السياسية في مصر ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيد أواصر العلاقة ما بين مصر والإمارات إن دايما الاثنين في القلب، مصر والإمارات قلب واحد. طبعا كان يعني تم تكريم مسؤولي مجلس ابو ظبي وايضا الاستاذ يعقوب السعدي رئيس قنوات ابو ظبي الرياضيه على هامش تكريم طبعا النادي الاهلي. طبعا من الضيوف اللي كانوا موجودين معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، مهندس سيف الوزيري، والمهندس محمد يحيى اللي قايمين بدور كبير جدا في شركه المتحده للخدمات الرياضيه، ودور مهم جدا لتاكيد العلاقه اللي بتجمع ما بين الشعب المصري والشعب الاماراتي على كافه الاصعده وليس على النطاق الرياضي. وايضا يعني كان متواجد الوزير اشرف سلمان رئيس الشركة المتحدة أيضا كان متواجد في هذا الاحتفال، والأستاذ جمال علام وكثير الحقيقة من الضيوف الكبار اللي كانوا متواجدين في هذا في هذا الأمر. كريم كان عايز يسألك سؤال يا فاروق. مساء الخير يا فاروق، سامعني؟ كريم الحمد لله، أهلا بيك. معلش بس عندي بس استفسار يا ريت أنت تسأله هناك بالنيابة عن قرارات نادي الأهلي. تم تحديد يوم 23 ديسمبر موعدا لمباراه النادي الاهلي وسامية كليوباترا في نصف نهائي كاس السوبر. النادي الاهلي عنده ماتش يوم 15 ديسمبر قدام اتحاد جده. ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله اذا تاهل للسيمي فاينل، فده معناه انه هيلعب مباراتين. اكيد هيلعب مباراه السيمي فاينل وبعديها يا اما ان شاء الله يلعب الفاينل يا اما يلعب الثالث والرابع. يعني في احتماليه النادي الاهلي يكمل في المونديال الانديه لغايه يوم 22 ديسمبر في السعوديه. ازاي تم وضع تاريخ يوم 23 ديسمبر موعدا لماتش سيراميكا؟ لا خليني اقول لك ان تم تحديد موعد البطوله يوم 24، البطوله تكون من يوم 24 نعم. الى يوم 29. تمام مفيش مشكله، ما جاتش على مباراه النادي الاهلي يعني ما جاتش على اليوم، مفيش ازمه خالص يعني. لا ممكن يلعبوا 25 نعم 25 اللي انا عارفه 25 الاهلي يلعب 25 اوكي. بس هي فكره حته ان في احتمال يعني ان شاء الله يعني احتمال النادي الاهلي مكمل في المونديال. خليني اوضح نقطه كريم، اتفضل.
اتفضل يا فاروق اتفضل. يعني خليني برضو من ضمن هذه الامور، طبعا انت عارف النادي الاهلي ومشاركته في كاس العالم للانديه، لو النادي الاهلي باذن الله قدر يكمل مشواره هيلعب المباراه النهائيه يوم 22/12 او الثالث والرابع. النادي الاهلي خليني اقول لك ان او الثالث والرابع هتكون برضو يوم 22/12 تمام، لكن بالنسبه للبطوله كاس السوبر هيكون الانطلاق البطوله يوم 24، والنادي الاهلي اول مباراه هياخدها تكون يوم 25. ده من الامور اللي يعني تم التاكيد عليها ان المباراه اول مباراه للنادي الاهلي هتكون يوم 25. اذا يعني هيبقى يكون هناك وقت كويس عشان نفهم يعني كل هذه الامور يا فاروق. بالظبط يا كابتن اسلام. طيب الحفله اعتقد لسه مكمله. بالفعل يا كابتن اسلام، طبعا في فقرات لهذا الحفل، وزي ما حضرتك قلت على لفيف كبير جدا من المسؤولين والساده الحضور، ممثلين في وزاره، في معالي الوزير، الى جانب طبعا شركه المتحده للخدمات الرياضيه معالي الوزير اشرف سلمان، المهندس سيف الوزير، والمهندس محمد يحيى، ايضا يعني الاستاذ المهندس اسامه الشيخ، والدور الكبير جدا للشركه المتحده، والدور يعني من خلالها تم تكريم الشركه المتحده على الدور اللي بتلعبه طبعا في كيفيه اثراء الرياضه المصريه. صحيح. صحيح. وتاكيد يعني نقطه مهمه جدا تم اثارتها في هذا الامر يا كابتن اسلام، ان حتى من الرعاه الموجودين في البطوله قالوا نقطه مهمه، يعني ايضا شركه الاتصالات مصر واحد رعاه النادي الاهلي الموجوده ومشاركه في هذه البطوله، في يعني امور ومفاجات هتكون محضره ومجهزه وبيتم تجهيزها للجماهير في ان شاء الله اللي هتكون متواجده في هذه المرحله وهذه الفترة. خليني أقول لك أن معظم الرعاة اللي اتكلموا قالوا الدور ليس مقتصر على الحقوق التسويقية أو أنت بتتكلم في مكسب، ولكن احنا بنحس بإحساس المسؤولية لدعم الرياضة المصرية. طبعا. ده سواء من الرعاة الممثلين هنا في مصر أو أيضا في مجلس أبو ظبي، الدور دور دعم دور إحساس بالمسؤولية زي ما أكدنا يا كابتن إسلام، هي بتبقى دور رغبة شعبية بتلتقي في نقطة واحدة، هي حالة الحب اللي ما بين الشعب المصري والشعب الإماراتي. الحقيقة حفلة على أعلى مستوى، يعني اتفرجت على حوالي نص ساعة أو ساعة لربع من هذه الحفلة، سمعت كلمات الأستاذ جمال علام، الأستاذ كل الأساتذة اللي كانوا موجودين، أيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الوزير أشرف سلمان، المهندس سيف الوزيري، الجميع الحقيقة، الأستاذ محمد يحيى، الكل الحقيقة يستحق التحية على هذه الحفلة. مجلس أبو ظبي الحقيقة اللي بيقوم دائما بدور الشراكة في تكوين هذه الشراكة مع الشركة المتحدة وشركة بريزنتيشن والمهندس سيف الوزيري، عموما هي أمور كثيرة جدا جدا، ولكن في النهاية وجهة نظري أنها كانت حفلة من حفلات الرائعة التي تستحق كل التحية وكل التقدير لمنظميها، وإن شاء الله تكون بطولة سوبر النخبة من نصيب النادي، سوبر النخبة الأولى من نصيب النادي الأهلي يعني يا فاروق. بإذن الله كابتن إسلام، يعني عايز أقول لك برضو أن في هذا الأمر أو في هذا السياق أستاذ يعقوب السعدي هو بيتكلم معانا على النادي الأهلي ووجود النادي الأهلي وحالة الشغف اللي عند الشعب الإماراتي أو الشارع الإماراتي سواء من المواطنين أو سواء من المصريين المقيمين لوجود النادي الأهلي، وقال وجود النادي الأهلي بالنسبة لنا بيبقى حالة متفردة. تحدثوا عن وجود النادي الأهلي، وجود النادي الأهلي في أي مكان يا فاروق بيفرق كتير جدا الحقيقة، يعني طبعا في الإمارات، في السعودية، في أي مكان الحقيقة يعني. بالظبط يا كابتن اسلام، يعني الاستاذ يعقوب السعدي وهو بيتكلم على النادي الاهلي قال انا بالنسبه لي النادي الاهلي حاله متفرده، ممكن تلاقي جمهور بيشجع ناديه، ممكن تلاقي جمهور بيحب ناديه، لكن صعب تلاقي جمهور عنده الولاء لناديه زي جمهور النادي الاهلي. صحيح. فانا بالنسبه لي لما بتكلم على النادي الاهلي ما بقولش ان النادي الاهلي ده نادي رياضي، النادي الاهلي مؤسسه متفرده في كافه الوجوه، انا بعتز بالنادي الاهلي، احنا كاماراتيين وكشعب اماراتي بنعتز بالنادي الاهلي، وجود النادي الاهلي في اي مكان بيبقى اثراء للمكان، اثراء للرياضه ليست الرياضه المصريه فقط ولكن للرياضه العربيه. انت عارف دايما كلمات الاستاذ يعقوب السعدي بتلامس القلب، وهو بيوصف النادي الاهلي وهو بيتكلم على مصر، واحنا موجودين في مكان هو جزء من اعتزازنا بتاريخنا وجزء من الحضاره المصريه وسفح الاهرامات. المشهد حلو قوي يا كابتن اسلام، يعني المشهد جميل جدا، حاجه جميله جدا وحاجه رائعه. بالظبط.
انا بشكرك جدا يا فاروق على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات، والف الف مبروك النادي الاهلي تكريم، وكالعاده ودائما يكون التكريم قادم من النادي الاهلي في اي مكان وللنادي الاهلي في اي مكان. كنت هبدا معاك بهذا الحدث يا احمد، ونظام البطوله وجوائز البطوله الماديه يعني. طبعا الفرق المشاركه الاول طبعا النادي الاهلي بطل الدوري، وصيف الدوري نادي بيراميدز، بطل كاس الرابطه نادي سيراميكا، عشان كده الثلاثه دول خلاص تم تاكيد مشاركتهم. لسه الفريق الرابع اللي هو انبي او فيوتش، النادي انبي لو لا قدر الله كسب النادي الاهلي في الكاس ووصل نهائي هيصعد، هيبقى هو الفريق الرابع. لو النادي الاهلي كسب انبي خلاص انبي يبقى خرج، مين اللي هيصعد مكانه؟ اللي هيصعد فيوتشر اللي هو رابع الدوري اللي فات، رابع الدوري الماضي. فيبقى كده خلاص الاطراف بتاعت الفرق اتحددت، سيراميكا النادي الاهلي بيراميدز والفريق الرابع انبي او فيوتشر. البطوله زي ما قلنا هتبقى من يوم 24 ديسمبر ليوم 29 ديسمبر، وده خلي بال حضرتك اهم حاجه هنا التلاحم المباريات، وده انا شايف ان ده الخطر الحقيقي على النادي الاهلي السنه دي، هو كثره المباريات وتلاحم البطولات. قعدنا نصوت في الموضوع ده الحقيقه من اول يوم. انت النهارده هتطلع من السعوديه على الامارات، هتطلع من كاس العالم للانديه ان شاء الله لو كملت، حتى لو لعبت على البرونزيه المركز الثالث والرابع هتخلص يوم 22 ديسمبر، اول ماتش حتى لو اتعمل يوم 25 فاصل حتى 48 ساعه، وفي سفر من الامارات للسعوديه، اعتقد ان لا الدنيا هتبقى بالنسبه للنادي الاهلي لازم لازم، وده لازم يحصل في الفتره دي، ان لازم يبقى في روتيشن، لازم كل اللعيبه في الفتره دي تاخد فرص كتير، بحيث ان انت تبقى مجهز فرقتك بشكل كويس بدنيا وفنيا، عشان انت داخل على معمعه بطولات كتير جدا. الجوائز الماليه دي برضو حاجه يعني تحترم من الشركه الراعيه المنظمه للبطوله. النهارده البطل بتاع السوبر لو استعرضنا الجوائز هتلاقي بطل السوبر هياخد 250 ألف دولار غير الميدالية الذهبية، صاحب المركز الثاني هياخد 125 ألف دولار. الكلام ده ما كانش موجود قبل كده، الجوائز دي انت بتتكلم في ربع مليون دولار المركز الأول، 125 ألف دولار المركز الثاني، المركز الثالث 75 ألف دولار، المركز الرابع اللي هو حتى لو جه خسر الماتشين مجرد المشاركة هياخد 50 ألف دولار. إذن الجوائز دي برضو حاجة مهمة جدا. النهاردة انا شايف ان نادي الزمالك خسر بطولتين يا كابتن اسلام، لما انسحب القرار ده كان قرار خاطئ، الناس كانت بتضحك عليهم في الاعلام ان ده قرار صح وان مش عارف ايه وخدوا كاس الكرامه ومش عارف ايه الحاجات اللي احنا كنا بنسمعها. دلوقتي ايه الموقف بتاع الناس لما نادي الزمالك خسر البطوله دي وخسر البطوله دي وخسر الفلوس بتاعه البطوله دي؟ خسر النهارده انت بتتكلم ان 50000 دولار مركز رابع، يعني انت لو ما لعبتش نادي زي سيراميكا واخد الرابطه لو خسر الماتشين بس هياخد 50000 دولار. صحيح، فدي حاجه يعني بصراحه كمان يعني بصراحه الشركه المتحده النهارده كرمت النادي الاهلي حاجه محترمه جدا. طيب قبل بس ما نروح للتكريم الشركه المتحده للنادي الاهلي يا كريم، برضو رايك في القرعه؟ طبعا اكيد النظام السوبر اللي احنا شايفينه ده افضل بكتير من النظام القديم، انا في وجهه نظري ده النظام ده افيد، وكمان بيدي مساحه لتسويق البطوله في بلدان متعدده زي ما بيحصل مع مباراة السوبر الإيطالي ومباراة السوبر الإسباني، بنشوف إنها بتتلعب دلوقتي بشكل منتظم في المملكة العربية السعودية. أكيد بطولة من أربع دخل يعني زخم أكبر. خلينا نقول كابتن إسلام حاجة غريبة جدا، الفريق صاحب المركز الرابع في البطولة هياخد أقل من بطل الدوري نص مليون جنيه. صاحب المركز الرابع هياخد مليون ونص، بطل كأس السوبر بنظامه الجديد هياخد تريبل بطل الدوري وعليه مليون ونص كمان. هياخد 7 مليون ونص. بطل الدوري احنا قلنا اعتقد هياخد 2 مليون. فبنتكلم مبالغ ماليه في بطوله يعني هنتكلم من يوم 24 ديسمبر ليوم 29 ديسمبر، بنتكلم بطوله مدتها 6 ايام، فبالتالي يعني اكيد جوائزها اكبر بكتير اكبر بكتير من بطوله الدوري بتقام على احنا بنقول يعني توقعنا هنا. اعتقد في حاجات كتيرة قلناها هنا في البرنامج بصراحه بدات يثبت صحتها في دوري اعتقد السنه الجايه هيستمر لما يقرب من 10 شهور، فدي برضو نقطه. ده الحلقه معانا. نعم الحلقه معانا. اتصال التليفوني معانا، وعندنا برضو كمان النهارده البطوله دي احنا بنتكلم عليها. اعتقد ان احنا هنا اول ناس فتحنا موضوع القانون، وانك ما ينفعش تمشي بطوله بلوائح عكس بطوله سابقه. قلنا لازم لوائح بطوله السوبر القديمه تستمر مع البطوله الجديده، ورغم كل التصريحات المتضاربه اللي طلعت في الاول
في النهاية طلع الحاج عامر حسين وأكد أن نادي الزمالك لن يشارك لأن هو كان معتذر عن البطولة، والاعتذار ده يكلفه عدم المشاركة لمدة موسم كامل. واتفق جدا جدا مع ثابت أن أتمنى نادي الزمالك بصراحة في الفترة الجديدة هو داخل فيها والانتخابات الجديدة والشكل الجديد أن هو لا ينساق بقى للكلام القديم بتاع الكرامة ومش عارف إيه والكلام ده، عايزين نبدأ صفحة جديدة في العلاقة بين الأندية. وأعتقد فعلا أتفق جدا جدا مع ثابت في الكلمة أنا حلوة فعلا، نص المليون ونص جايزه حتى المركز الرابع لو في المركز الرابع اهو دخل دعم للنادي ممكن تستغله في اي شيء. ما ينفعش نادي يعني بيوثق المبادئ الرياضيه ان هو ينسحب من اي منافسه، لا لازم نلعب ولازم نشجع اللعيبه انها تلعب رياضه ونشجع اولادنا ان هم يلعبوا رياضه، وان شاء الله باذن الله باذن الله يبقى الموسم ده شكل مختلف للكره المصريه. انا بس معايا مواعيد كاس العالم كمان، مواعيد كاس العالم للانديه النادي الاهلي يعني الافتتاح يوم 12 ديسمبر اللي هو اتحاد جده واوكلاند سيتي يوم 12. النادي الاهلي هيلعب مع الفايز من الكسبان من اتحاد جده واوكلاند يوم 15 ديسمبر. بعد كده فريق اوراوا الياباني مع ليون المكسيكي هيلعبوا يوم 15 في نفس اليوم. بعد كده بطل الكوبا ليبرتادوريس اللي هو بطل امريكا الجنوبيه هيلعب مع الفايز من النادي الاهلي واتحاد جده مثلا يوم 18 ديسمبر. فانت عندك كده ايه يوم 15 ويوم 18 ويوم 22 ان شاء الله بس ما نكسب ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله يوم ادي الماتشات يوم 2 يوم 22 ان شاء الله لو قدرت ان انت تفوز على اتحاد جده باذن الله يعني لو قدرت 18 اه تكسب 18 هتلعب 22 او حتى لو خسرت سواء كسبت او خسرت هتلعب يوم 22 اللي هي المفتاح البطوله يعني انت يعني بطل كوبا ليبرتادوريس بعد كده في نص النهائي انت لو كسبت او خسرت منه انت كده ولا كده ايه اهم حاجه تكسب اتحاد جده يعني اهم حاجه عشان تبقى في نص نهائي عشان بعد كده تلعب في اليوم الاخير اللي هو يوم 22 ديسمبر اتحاد جده يضمن لك انك تلعب ماتش تمشي يوم 22 تمشي يوم 22 لو لا قدر الله خسرت من اتحاد جده خلاص هيبقى في مسافه ما بين الماتش ده وما بين بطوله السوبر المصري ساعتها ما بس خلاص هو قالك هتلعب يوم 24 يعني وبالتالي ان هناك اعتقد هتبقى فيه لازم تعديل لان البيان الرسمي لا بس خلي بالك هو ممكن ساعتها كمان يحط لك ماتشات في الدوري ممكن في الدوري صح لو لا قدر الله لا قدر الله فانا عندك اسبوع 10 ايام ما اعرفش يعني خلينا يعني نشوف الموضوع ده هيبقى ماشي ازاي. اخطر حاجه بتواجه نادي الاهلي السنه دي من وجهه نظرك يا احمد ونتكلم فنيا ورقميا ورايك في امام عاشور في اول ثلاث مباريات واللي شايفه هيضيفه امام او للنادي الاهلي. اخطر حاجه لسه كنا بنتكلم فيها دلوقتي هي زحمه الماتشات الموجوده. النهارده زحمه الماتشات انت يعتبر هتلعب ماتشين في الاسبوع. وبعدين مش ماتشين بس في الاسبوع ده انت ايه هتروح سيمبا في تنزانيا هتيجي القاهره. هتروح صن داونز في جنوب افريقيا هتيجي القاهره. النهائي مثلا لو مع الوداد هتروح المغرب هتيجي القاهره. كل ده في ايه؟ في 20 يوم. ده تخيل انت نفسيا وعقليه اللاعب لما يلعب 20 يوم في 20 يوم يسافر تنزانيا ويرجع صن داونز ويرجع سفر صعب قوي قوي وقعدتك في الطياره الناس فاكره ان الموضوع سهل لكن لا الموضوع سهل. صعب جدا انت كمان بتلعب بطوله جديده زي دوري السوبر بعد كده هتخش انت عندك دوري مصري بعد كده هتكمل دوري ابطال افريقيا بعدين السوبر المصري بعدين كاس العالم للانديه فده الخطر الحقيقي اللي بيواجه النادي الاهلي وكاس الامم الافريقيه اللعيبه الدوليين اللعيبه الدوليين منتخب مصر في شهر نوفمبر تصفيات المونديال انت بتتكلم على 9 يعني ما تم اختياره مؤخرا يعني 9 لعيبه وغير الثلاثه اللي بيسافروا صح فانت كده ولا كده الفتره دي يعني لازم تجهز نفسك ان انت تكون لازم تكون شايف المستقبل بتاعك عامل ازاي اكيد هتحصل ايقافات هتحصل اصابات هتحصل مش فانت لازم تكون مجهز فرقتين وده اللي انا شايفه كولر بدا يعمله كولر بيحاول ان هو عارف انا اسف ان انا هقطعك ولكن الناس كانت بتسالني يا كريم برضو اليومين ثلاثه اللي فاتوا انا كنت عمال اقول يا جماعه الروتيشن ولازم يعمل الروتيشن وكويس ان هو بيعمل كذا فكذا حد من الاهلاويه يعني الاصدقاء بيكلموني او بيبعتوا لي على السوشيال ميديا يعني انت من دلوقتي يا اسلام بعد ثالث ماتش بتقول كده قلت لهم يا جماعه هو قدامه زي اي حد خريطة. في خريطه او يعني كالندر دي من خلالها بيحط هو عارف ان الفتره ما بين 15 نوفمبر ل 30 ديسمبر الشهر ونص دول كل 3 ايام مباراه لو الامور مشيت بالشكل الطبيعي وما بينهم سفر ورايح وجاي فهو لازم يعمل من دلوقتي اللي بيعمله عشان الكلام اللي انت بتقوله ده وكمان المنافسه لما تعمل منافسه في المركز هتلاقي اللعيب ده بيغل عايز ايه يجيب طاقته ويبقى هو التوب اللعيب التاني النهارده الفرقتين اللي بيعملهم كولر دي حاجه تحسب له النهارده تعال بص على مركز الجناح في النادي الاهلي ناحيه اليمين مثلا انت عندك بيرسي تاو وعندك رضا سليم وعندك كريم فؤاد
دول ثلاثة مثلا الناس هتختار ما بينهم، واحد هيقول لك رضا سليم، واحد هيقول لك بيرسي تاو، واحد هيقول لك لا انا عايز كريم فؤاد. تعالى برضو ناحية الشمال هتلاقي حسين الشحات، هتلاقي رضا سليم بيلعبها، هتلاقي احمد عبد القادر وحسين بيلعب، هتلاقي طاهر محمد طاهر وحسين اصلا يمين وعند... اصلا مش شمال. فانت انت كريم عندك فؤاد، انت ناسي كريم فؤاد ناحية اليمين. فانت عندك انت النهارده بتعمل لازم اللعيبه كلها تبقى جاهزه. صحيح. عشان انا بقى مش عايز اخش في دوامه لعيبه وقف لعيبه صاب، لا انت عندك يبقى كله داخل. ده يعني اللي بيعمله كمان كورة. مثلا في الاستوبرز عندك دلوقتي محمد عبد المنعم، عندك ربيع ياسر ابراهيم، وفي بيخش معاهم معتز محمد، معتز وعندك عبد المنعم طبعا. لا ما احنا قلنا محمد عبد المنعم وياسر ومتولي وربيع. يعني انا رايي الحقيقه برضو لازم ياخدوا حد من الناشئين يتمرن مع الفرقه تاني. وجهه نظري يعني انا في مثلا احمد عبدين، انا وجهه نظري ياخدوه يطلعوه لانه هو الافضل دلوقتي او هو الاسم الافضل خلال وكان سافر اوروبا اعتقد ورجع وبتاع. فانا شايف ان ليه ما يعني وجهه نظري الشخصيه ان لازم اربعه على الاقل او خمسه موجودين في هذا المكان. ليه؟ لانه المكان ده مكان صعب جدا. فجاه صح ممكن صح تلاقي ثلاثه عندهم انذارين، ثلاث انذارات يعني صح صح فجاه، فما تبقاش عارف. لازم عندك زياده، لازم يبقى عندك زياده في هذا المكان. وجهه نظري ان احمد عبدين مواليد 2006. هو نعم؟ مواليد 2006 قد يكون لسه بس انا بشوف ان هو محتاج ان هو حتى يتمرن مع الفرقه الفريق الاول، يبقى موجود، يبقى متواجد. الاسم لما يبقى متواجد الولد نفسه هياخد خبره من ده ومن ده ومن ده، هيبقى لو استعملته كمان خمس ست شهور سنه هتلاقي الموضوع صح مختلف تماما عن عدم. وجهه نظري لانه تحديدا مركز الاستوبرز ده محتاج على الاقل خمسه بيتمرنوا، على الاقل انت عندك ثلاثه والرابع معتز. والرابع معتز يعني اربعه، ولو يخش معاهم احمد عبدين. احمد عبدين طبعا واحد من المساكين الصاعدين المبشرين في النادي الاهلي، مواليد 2006، هو ستايل احمد حجازي كده يعني نفس الطول، كورته حلوه على الارض، مختلف هادي عن معتز خالص يعني ده شمال وده يمين وده كورته احسن من ده، يعني الاثنين عندهم كل واحد عنده مميزات كويسه جدا. هم يعتبروا افضل اثنين كانوا صاعدين في صحيح الحته دي. انا قصدي اقول لك ان المكان ده تحديدا يحتاج، يعني احنا ايامنا ما كنا بنلعب كان في شادي، احمد سيد، رامي عادل، وائل جمعه، وائل جمعه، ويعني ادي خمسه اهم. بصوا الخمسه عاملين ازاي. وانتوا كنتوا بتلعبوا بثلاثه، بس كنا بنلعب ثلاثه بس. بصوا الخمسه دول عاملين ازاي. يعني الخمسه كلهم ممكن واحد بس اللي يلعب في يعني فيعني هو ده قصدي، يعني ان المكان ده تحديدا فجاه تلاقي ثلاثه اربعه مش موجودين، ما تفهمش ليه. صح. عندك برضو في وسط الملعب بيجهز، انت عندك امام عاشور، مروان عطيه، دخل المفاجاه كانت كوكا، ان كوكا بقى بينافس مروان عطيه، ده برضو بيخلي مروان عطيه ان هو يتنافس اكتر. السوليه لما يرجع هيعمل ضغط على امام عاشور وهو قفشه في الحته دي. ديانج ما شاء الله عليه، ربنا يحميه في الحته دي. برضو المهاجم، صحيح انت المهاجم عندك النهارده عندك ثلاثه راس حرب، عندك كهربا، عندك مودست، عندك صلاح محسن، وبيرسي تاو هو الرابع. انا بشوف ان بيرسي تاو انت هتحتاجه في بعض الماتشات، خاصه بشوفها في كاس العالم للانديه. بيرسي تاو انا بشوف ان حالته توصل بس لكاس العالم للانديه هتحتاجها، لان رضا سليم وحسين الشحات حالتهم تقول لك لا مفيش واحد فيهم ممكن يقعد، فممكن يضطر يودي بيرسي تاو كمان راس حربه مع مودست مع اللعيبه الموجوده دي. النهارده امام عاشور انا بشوفه واحد من اهم اللعيبه للنادي الاهلي في اول ثلاث ماتشات بصراحه. لعيب بصراحه تحب تتفرج عليه كابتن اسلام. صحيح. لعيب ممتع، لعيب ممتع ومكسب كبير قوي للنادي الاهلي امام عاشور. صح. لعيب في من لمسات كده ايه اللعيب الممتع، ان انت تستنى تيجي الكوره ليه، هيعمل ايه، هيرقص ولا هيعمل الرابونه ولا تحس ان هو لا لعيب بصراحه. امام عاشور ارقامه معانا برضو، ليه ارقام من كوره ستيتس وارقام من سوفا سكور. كوره ستيتس بتقول ان في اول ثلاث مشاركات ليه مع النادي الاهلي، لو نستعرض ارقامه هات لنا ارقام يا سمير امام عاشور، هنلاقي ان هو اكتر لاعب صنع فرص في النادي الاهلي، اكتر لاعب صنع اهداف في اول ثلاث ماتشات في بدايه الموسم. وهو لعيب ايه رقم 8، صنع ثلاث اهداف، عمل سبع، صنع سبع فرص لزملائه، راح على الجون كم مره؟ 11 محاوله. احنا بنتكلم على لعيب 8. على فكره امام عاشور بيعمل حاجه مهمه قوي، ان هو امام مختلف خالص عن حمدي. الاول نتكلم على الارقام اهي، هو 11 محاوله يا كابتن اسلام اهو، منهم خمسه صح، و13 تمريره طوليه منهم خمسه صح بنسبه دقه 38.5، ده برده كويس. المراوغات 6، ده برده كويس في ماتشين، يعني بيعمل في ثلاث ماتشات يعني بيعمل مراوغتين في الماتش. قطع الكوره 24. لما تبص على ارقام امام 3 اسيست، سبعة فرص، بيروح على الجون، بيدافع كويس، بيهاجم،
بس انا بشوفه مختلف خالص عن حمدي فتحي. امام لعيب كره كبير. يعني ايه لعيب حمدي؟ لعيب كره كبير. حمدي حمدي مسته ده ليه ميزه وده ليه ميزه. بالظبط. حمدي بيكمل جوه ال18 جنب المهاجم. مميز عن امام في ايه؟ في الجانب البدني. حمدي بدنيا اعلى من امام، بيكمل جنب المهاجم في الالتحامات الهوائيه اعلى من امام في الحته دي، لكن امام كورته اعلى، احرف، عنده ميزه التسديد. ممكن انت كلاعب يعني بتلعب ضد امام ما تتوقعش هو هيعمل ايه. صحيح. ممكن يرقصك، ممكن يعمل تمريره، عنده الرؤيه. اللعيب اللي عنده الرؤيه ده اللي بيديك التمرير الطولي، لسه الاستاذ سمير كان عارضها، اللي هي التمريره بتاعت الهدف الثاني في المصري بتاعت بيرسي تاو. لو نستعرضها، بص جمال التمريره وبص الرؤيه بتاعته. شكل التمريره حلو تقصد؟ شكل يعني التمريره. لعيب صاحب رؤيه. صحيح. كمان انت النهارده بتلعب بايه؟ مع كولر، بتلعب 4-3-3. فاللعيب الارتكاز اللي هو امام عاشور بيعمل جبهه مع مين؟ مع حسين الشحات مثلا في الماتش الاخير، حسين الشحات وعلي وعلي معلول. طب هو ايه دور امام عاشور؟ يعني ايه الادوار بتاعته؟ لما حسين يخش لجوه، يعني يخش في الهاف سبيس لجوه، يقوم امام طالع لبره. عشان كده تشوف امام بيعمل ايه؟ الناس تقول لك ده راح جناح. هو في بعض المراكز هو اصلا كان جناح، فهو لما بيروح جناح تلاقيه يعني في في مش عايزين شرح قوي يا عم احمد. لا كمل كمل. لما طبعا تلاقيه لما تلاقيه في ماتش سان جورج لما راح جناح ورقص في الواحد على واحد. جاكيت يخليك تقول اللي انت عايزه. لما راح جناح وعدى في الواحد على واحد وقدر ان هو يعمل عمليه زياده عديه، يبقى عندك حلول كتير. عندك امام ناحيه الشمال، عندك معلول في ظهره، وحسين الشحات لما حسين يفتح لبره. طب يا احمد كلامك مظبوط، ولكن هل ده قد يؤثر دفاعيا شويه على الجانب الاخر من النادي الاهلي؟ بمعنى كريم احمد هنا بيتكلم على امام امام عاشور. امام عاشور من اللعيبه اللي بتهاجم كويس جدا وبتدافع كويس بصراحه، ولكن في نفس الوقت كان حمدي بيقفل لك الجزء بتاع علي في لحظات او في اوقات الصعود الكثيره. نعم. وطبعا اكيد اسم المنافس لازم برضو يبقى واضعينه في الاعتبار واحنا بنتكلم على تكتك، لان أوكي. اكيد التكتك اللي انا هلعب بيه قدام سان جورج مش هو هو اللي هلعب بيه قدام بيراميدز، مش هو هو اللي هلعب بيه مثلا سان داونز، مش هو اللي هلعب بيه في كاس العالم مثلا. فكل مباراه اكيد ليها مساحه، واكيد وجهه نظر. من السنه اللي فاتت كان يا كابتن اسلام بنتكلم ان واضح ان حلم كولر انه يلعب مع النادي الاهلي ب 4-1-4-1، واضح جدا. يعني هو هو مش هو نسبه كبيره مثلا ما لعبش معانا خالص مثلا 4-2-3-1 ما بيستخدمهاش. في بعض الاحيان لعب 4-3-3 بلاي ميكر، ان 4-3-3 احنا عارفين ان ليها اشكال كتيره. في وقت من الاوقات لعب بلاي ميكر واثنين سي ام او اثنين ارتكاز. فاللي عايز انا بشوفه حتى في رؤيته للصفقات، الراجل متجه تماما ان هو عايز يلعب ب 4-1-4-1. ليه يلعب بها؟ خلي بالك 4-1 دي اقرب 4-3. صحيح، بس الادوار يعني مختلفه. ادوار مختلفه بكتير. ليه؟ الاربعه انت بتتهاجم فعليا بخمس لعيبه وما عندكش 10، عندك اثنين بيعملوا دور صناعه اللعب. واحنا اتكلمنا على ثنائيه امام عاشور ورضا سليم وازاي بيساعدوا في تطبيق فكر كولر في ال 4-1-4. لكن بالنسبه لكلام حضرتك او سؤالك بالنسبه للحاله الدفاعيه، هنا انا في وجهه نظري هيبقى على حسب المنافس. خلاص برافو عليك. اكيد طبعا اكيد طبعا حمدي فتحي كان اقوى من امام عاشور كمصر، مش كفيتنس. يعني ما اقول لا حمدي فتحي مصل كعضلات شكل بدني كجمب انما فيتنس لا. فيت امام عاشور لما يقف على رجله هتبقى الدنيا مختلفه. فيتنس عالي، وشفنا بالذات ان امام عاشور كمان عنده نقطه مهمه، امام عاشور عنده سرعه ارتداد. برافو عليك. هنا لو انت المصلز بتاعتك اقل سرعه ارتدادك بتزيد، لو المصلز زياده عن اللزوم لا مش هتقدر، ما هتتعب. فبالتالي لا، امام عاشور كمان في نقطه مهمه بقى عايز اتكلم عليها بعيدا عن الحته الفنيه شويه. انا عاجبني جدا 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 تركيز امام عاشور. برافو. مركز ولا بيدلي باحاديث اعلاميه ولا بيروح مش عارف يعمل، وحتى الايموشنز بتاعته في المباراه وكل تعبيرات وجهه كلها شغل. هو جاي يشتغل يعمل الدور بتاعه ويمشي، ما عندوش انفعالات زياده، ما عندوش حتى انا اعتقد هو بقى بيفكر كتير بقى في البعد عن السوشيال ميديا. لا، واضح في حاله تغير. التركيز واضح جدا جدا جدا. وبصراحه بكل امانه الشكل ده احنا شفناه في نهايه فترته مع نادي الزمالك، مش من دلوقتي. لا، صحيح. هو نهايه فترته مع نادي الزمالك كان واخد قرار ان هو هيتحول تماما. احمد كمل. التشكيله المثاليه للجوله الاولى، موقع سوفا سكور بينزل كل جوله التشكيله المثاليه للجوله الاولى من الدوري. اخذ منها ثلاثه من الاهلي، منها امام عاشور وبيرسي تاو. ممكن بس قبل ما نكمل هذا الامر، ده الامر مهم عايزين نعرف برضو من وجهه نظرك، ولكن زميلتنا نورهان طمان عملت لقاء مع كابتن حسن المستكاوي في بطوله او قرعه بطوله سوبر النخبه
من امام سفح الاهرامات. خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء واستاذنا العظيم والكبير حسن المستكاوي. مستمرين معاكم طبعا وتغطية حية لطبعا حفل تدشين السوبر المصري بنظامه الجديد هنا من قلب الحضارة ومن قلب طبعا الأهرامات العظيمة. ومعانا يعني الحقيقة هرم من أهرامات النقد الرياضي والصحافة الرياضية. والحقيقة أنا بشكل شخصي يعني فخورة وسعيدة جدا إن هو معانا أستاذ حسن مستكاوي. وبرحب بيك معاش شكرا نادي الأهلي. أهلا بيك يا نورهان، إزيك؟ إحنا مع الدوية زي بعض. عدوية طبعا زي بعض يعني جيران. استاذ حسن طبعا مشرفنا ومنورنا في قناه النادي الاهلي، والنهارده السوبر المصري بنظام جديد. اعتقد ان احنا طالبنا بالنظام ده يعني كتير الفترات اللي فاتت، ان هو ما يبقاش ماتش واحد، يبقى المتعه تبقى اطول شويه. انت كنت مع الراي ده؟ انا كتبت، مش يعني كتبت من زمان كمان، وخصوصا بعد ما شفت اولا حضرت كذا سوبر في الامارات وشفت التنظيم والبهجه والفرحه والجمال والبطولات، وكمان فكره ان الاسبان عملوا نفس الطريقه يعني سبقونا شويه، لكن بيلعبوا اربع فرق سوبر فبتبقى بطوله فيها حياه. يعني ماتش واحد مش كفايه، حلاوتها انها تبقى كذا مباراه. الحقيقه احنا وانا قاعد دلوقتي مع الزملاء يعني الاعلاميين الزملاء في الصحافه والاعلام كنا بنتكلم فعلا على الاهلي. الاهلي عنده السوبر الافريقي، عنده كاس العالم للانديه، عنده بعد كده السوبر المصري، والكلام ده في فتره قليله قوي. كولر عليه بقى ازاي يعمل التوازن في الثلاث بطولات دول، ده غير بقى الدوري، نحس حاطين الدوري كده على جنب يعني، فهيبقى في اشتباكات او ماتشات كتيره بالنسبه للاهلي. ان شاء الله ربنا يوفقه، وان شاء الله طبعا يوفقه في السوبر الافريقي، وثم كمان كاس العالم للانديه. كلنا بنتمنى ان هو يكمل المشوار، والسوبر المصري ان شاء الله برضو اكيد يعني هو قريب يعني، وهيلاقي منافسه طبعا من بيراميدز ومن الفرق اللي هتشارك. انما حاجه حلوه جدا ان الاهلي اخذ اللقب 13 مره، ده ريكورد يعني. وانا قلت للعمري نائب رئيس النادي انت واخد كذا جايزه يعني شايل شيله يعني معاك مبروك طبعا. طبعا ما ينفعش يبقى معانا استاذ حسن المستكاوي وما كلموش عن فنيات، ما كلموش عن رايه في الدوري وانطلاقته. طبعا احنا لسه بنتحسس الماتشات ولسه بنشوف مستويات مختلفه في الموسم الجديد، ولكن يعني اكيد عندك يعني تعليقاتك الخاصه حول الجوله الاولى تحديدا. الاهلي عمل ماتش جميل جدا قدام المصري. الناس هتقول، وده دايما الحقيقه برضو انا يعني ايه بستغرب يعني، احيانا المصري ما كانش في حالته طبعا اكيد، بس ما هو برضو ممكن قوه المنافس تخلي المنافس الاخر مش في حالته. يعني لما تبقى الفرقه اللي قدامك فايقه وفريش وبتلعب كوره سريعه واداء جماعي، وانا كنت بعد وانا كنت في استوديو في الاذاعه وقعدت اعد يعني عدد اللعيبه في الاهلي في هذه المباراه تحديدا اللي بيعملوا مهام هجوميه، لقيتهم تسعه طبعا اخرهم عبد المنعم. يعني معقول؟ طب فاضل اثنين بس، الحارس وواحد كمان. فاذا لما يبقى في فرقه، كنا بنشوف الشناوي بيتقدم ساعات برضه ده اللي ناقص يعني، فيبقى في فرقه عندها. انا مش بقول الكلام ده على فكره عشان انا بتكلم في قناه الاهلي، انا قلته في الاستوديو في الاذاعه على الهواء يعني، فعشان بس يعني انا ما والله ما بجامل، وساعات الاهلاويه بيزعلوا مني عشان بنتقد الفريق او لكن خلينا نقول الحقيقه ان الاهلي عمل مباراه كبيره جدا، وانا قلت حتى يعني ان هو قدم افضل عرض في الاسبوع الاول، بجانب طبعا المفاجات اللي حصلت، لكن طبعا اداء الاهلي كان مميز جدا. كولر بيعمل روتيشن صح، ما بيغيرش 7-8 لعيبه مره واحده، عنده هيكل اساسي بيشتغل بيه، وبعض المراكز بتتغير. انما اهم حاجه واعتقد الناس كلها بتلاحظها ان الاهلي لما بيغير 3-4 لعيبه او 3 في اي من مباراه الى مباراه، السيستم بتاع الاداء ما بيتغيرش، لان في تكتيك الاهلي بيلعب بيه
مش بيختل هذا التكتيك لما لعيب يغيب او لعيب يصاب لا قدر الله يعني، ودي ميزه تحسب طبعا للرجل السويسري يعني. استاذ حسن تتفق معايا انه امام عاشور في الظهور الاول غير الظهور الثاني مع النادي الاهلي؟ يعني الاول كان قدام اتحاد العاصمه، الثاني قدام المصري، فنيا تتفق معايا انه الامر كان مختلف؟ طبعا اكيد، بس هو كمان في اتحاد العاصمه ابتدى الماتش كان كويس. امام طبعا كان تحت ضغط، وكان في نوعين من الضغط على لعيبه الاهلي في مباراه اتحاد العاصمه. الاول ضغط التالق في الموسم اللي فات، فاللعيبه استسهلت المباراه، وكل واحد عايز يقول لجمهوره انا لسه نفس التالق مستمر معايا، فده عمل شكل من اشكال الضغط. طبعا في اتنين اتعمل عليهم ضغط جامد جدا، امام ورضا سليم. رضا اشتغل كويس قوي في الشوط الاول تحديدا كمان، وامام عمل طلعتين ثلاثه وكان لا باس به في الشوط الاول، انما في الشوط الثاني غاب شويه، لكن عوض ده في المباراه، اول مباراه ليه في الدوري المصري. متوقع ان هو يكمل التالق؟ بصي بقى بوضوح يعني، عشان يعني نبقى، امام اضافه بالتاكيد للاهلي، لازم بس يبقى هو ماشي في خط الاهلي، في سيستم النادي الاهلي، في تنظيم وإدارة الأهلي للكورة بشكل عام، ده أمر في غاية الأهمية. رضا أنا بشوف أنه، رضا سليم طبعا، بشوف أنه لعيب مميز جدا وشجاع على الجون، بياخد الكورة بيعمل دريبلينج ويخش، وأعتقد كمان أنه هو من الصفقات المهمة جدا للنادي الأهلي في هذا الموسم يعني. طيب انا خدتك للاهلي وللفنيات، ما قدرتش بصراحه، ولكن برضو فنيا، بطوله السوبر القادمه النادي الاهلي موجود والغريم التقليدي مش موجود، فرص النادي الاهلي اكبر؟ طبعا، بس بيراميدز فرقه مش سهله، وهقول لك برضو حاجه بصراحه يعني، غياب الزمالك بي بي بيدي بيفقد البطولة شوية مذاق يعني، أنا دي الحقيقة يعني، إحنا عارفين إن في كل الدنيا، لكن هي دي اللوايح. دي اللوايح طبعًا أنا فاهم، بس غياب الزمالك بالطعم المنافسة اللي فيها شطة دي مش موجودة يعني، إنما طبعًا الأهلي مرشح، وبيراميدز مش هيكون خصم سهل يعني. والكرة علمتنا ان احنا قبل البطولات ما نقراش الفنجان يعني، يعني نقلب الفنجان ونقول كلام يعني مش دقيق. هنشوف البطولة ان شاء الله، لكن حلو انها من اربع فرق. استاذ حسن طبعا شرفتنا ونورتنا في على شاشة قناة النادي الاهلي، وانا سعيدة بشكل شخصي ان انا عملت الحوار ده معي. اشكرك وانا سعيد، وتحياتي وبالتوفيق ان شاء الله دايما يعني، اشكرك. طبعا مشاهدينا، ده كان لقائنا مع الناقد الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوي، اتكلمنا عن توقعاته لبطوله السوبر ان شاء الله في نسختها الجديده، ورايه فيما قدمه النادي الاهلي في انطلاقه بطوله الدوري. طبعا يعني العوده مره اخرى لكم الى الاستوديو، وان شاء الله استنونا، لسه معانا نجوم كتير من حفل اليوم، حفل السوبر المصري. شكرا جزيلا لزميلتنا نورهان طومان، وشكرا للعظيم حسن المستكاوي. من وجهة نظري أنا بحب انتقاده وبحب مديحه بصراحة يعني، لأنه رجل بيتكلم فنيا، ويعني أستاذنا جميعا الحقيقة الأستاذ حسن المستكاوي. اتفضل يا أحمد. التشكيلة كنا بنتكلم قبل قول كنا بنتكلم في إيه على التشكيلة المثالية. التشكيلة المثالية للجولة الأولى في الدوري بتشهد تواجد ثلاثة من لاعيبة النادي الأهلي في الجولة الأولى. أول لعيب علي معلول خد 8/10، إمام عاشور أخذ 8.3، بيرسي تاو أخذ 8.6. التشكيلة لو نستعرضها، في حراسة المرمى الزنفولي، الاثنين المساكين محمود رزق وسيف تقى، باك يمين باسم علي، باك شمال علي معلول، اللي في وسط الملعب احنا معانا الصورة لو نستعرضها، إمام عاشور، ثلاثة قدامه عبد الله السعيد وبيرسي تاو اهيت ومحمد حمدي. محمد حمدي إنبي ده لعيب كده نحط عليه دايرة، لعيب مستقبل، بس مشكلته اداره انبي شويه معروفه. الاثنين اللي قدام ده محترمه طبعا، يعني ما اتفضل. الاثنين اللي قدام حسام اشرف وابراهيم عادل. حسام اشرف ده انا مستغرب نادي الزمالك الصراحه ازاي جونه، لاعب الجونه لا بلديه المحله، انا اسف، لعيب كويس.
وشايف ان هو الزمالك ساب اثنين ماجد هاني وحسام اشرف لبدايه المحله، الاثنين دول عاملين موسم كويس، هيعملوا موسم كويس مع البلديه. تمام. وطبعا ابراهيم عادل هو مستقبل بيراميدز واحسن لعيب في بيراميدز يعني. عبد الله السعيد برده متواجد. فالنهارده انت بتتكلم اعلى لعيب تقييم في الناس كلها الزنفولي اللي هو حارس المرمى وبيرسي تاو. فانت التشكيله بتشهد ثلاثه من النادي الاهلي. كنت عايز اتكلم بس في نقطه كمان ناحيه امام عاشور. امام عاشور في نقطه ممكن في بعض الماتشات زي ما اتكلمنا في كل الايجابيات دي، انا بشوف ان في بعض الماتشات ممكن النادي الاهلي يحتاج فيها صانع العاب. اوكي. يعني ايه؟ يعني ممكن المثلث بدل ما هو 4 1 4 1 يعني المثلث راسه لورا اللي هو مين؟ اللي هو مروان عطيه او كوكا. بعض الماتشات محتاجه ان انا اخلي المثلث لقدام بوجود قفشه. ليه؟ امام عاشور عملها السنه اللي فاتت. امام عاشور عكس حمدي فتحي. حمدي فتحي مثلا احنا اتكلمنا على مميزات امام، بس امام في الحته اللي هي التكمله جنب المهاجم حمدي احسن منه في الحته دي. أوكي. حمدي اقوى في الحته دي. ففي بعض الماتشات بتحس ان الزون 14 اللي هي منطقه صناعه اللعب في العمق تحس ان هي فاضيه شويه، لان امام بيتطرف وحسين بيخش، فالحته دي بتبقى فاضيه، خاصه امام الفرق اللي بتلاعب النادي الاهلي زون ديفنس في 30 متر قدام منطقه قدام المنطقه بتاعتها. صحيح. بتحتاج صانع العاب. فده انا بشوف ان ده ممكن مارسيل كولر يفكر فيه في الماتشات الجايه. مباراه سان جورج يا كريم، مباراه الذهاب ومكاسبها يعني بسرعه كده. طبعا اكيد نتيجه مريحه ان احنا نكسب ماتش الذهاب 3-0 اكيد، وطبعا وجود مباراه الاياب برضو على نفس الملعب وفي ارضنا اكيد بيسهل حاجات كتيره، وخصوصا في الناحيه البدنيه. انا اتمنى من مارسيل كولر انه يفكر في اعطاء يعني بعض. هسألكم في التشكيل في الاخر. يعني انا في وجهه نظري مباراه الاياب لحد ما اكيد شفنا يعني في فجوه فنيه في طيب. المستوى قول لي التشكيل من وجهه نظرك. انا اشوف بس لو في مساحه ان هو يعني يدي فرصه لمصطفى شوبير يريح محمد الشناوي اللي بعد كده، مش احنا ما بنقولش ده. وانا وجهه نظري لما نيجي نتكلم ما اعرفش وانتوا قولوا لي برضه. ايوه. مش عايزين نقول يريح لان هم لسه ما عملوش حاجه. ما هي دي النقطه. فاهم؟ انا قصدي اقول لك ايه، لا يعني نشوف بقى مثلا مصطفى شوبير. أيوة. لان انت لما بتقول نريح مصح، ما هو خلي بالك جمهور الاهلي يقول لك ايه يا عم يريح ايه، هو لسه لاعب. هو لسه لاعب عشان يريح. لا بس هي فكره الراحه هنا عشان قدام. هي ما هي الراحه هي مش راحه، هي تحضير. هي تحضير للفتره الجايه. هايل. تحضير. هي تحضير لما هو قادم. تحضير للفتره الجايه عشان نقول. تحضير للفتره الجايه. الراحه دي اصل راحه. لا مش راحه بس هتقول ايه؟ تحضير للفتره الجايه. يا عم اسلام راحت ايه اللي بعد الماتش الثاني دي؟ بالظبط. تحضير للفتره الجايه، لان الفتره الجايه انت هتحتاج لعيب. بمعنى مصطفى شوبير بكل امانه كتب شهاده ميلاده في مباراه الذهاب قدام الوداد. طبعا. خصوصا كمان هو اتحط في موقف صعب جدا. يعني اضطراري ما كانش متحضر له اصلا. فبالتالي انت عايز تبقى اللعيبه دي دايما زي ما نقول كده باللغه الدارجه رجلها في الملعب. فانا اتمنى ان يكون التفكير في المباراه الجايه من ناحيه ان انا بعطي بعض الاسماء الفرصه، وكمان بفكر في المرحله الجايه وعدد تشكيل. يعني قول لنا انت تشكيل يعني بيخلع. انا بشوف ان مصطفى شوبير لازم يكون ليه فرصه. أوكي. لان احنا عايزين نطمن على الحارس الثاني برضه بصراحه. لازم الحارس خلي بالك ماشي، بس الكلام قل في هذا في هذه المنطقه بعد ما شفنا جمهور الاهلي شاف مصطفى في الوداد وحمزه في لازم تديله ماتشات يا كابتن اسلام. طبعا. لازم الحارس محتاج ماتشات. انا ما اجيش فجاه يحصل او مدخل مصطفى، فمصطفى لازم ياخد عشان خاطر لما انا احتاجه في ماتشات الاقيه. صحيح. الحاجه الثانيه اللي مهم جدا لازم تحصل الماتش الجاي من وجهه نظري، لازم معلول يريح. انا النهارده معلول انت عندك ماتشات كتير، مين الباك ليفت اللي انت مجهزه؟ انت خلاص قررت كريم الدبيس، لازم كريم الدبيس ياخد فرصه. عايز اشوف بقى هيعمل يعني ستايله ازاي. انا طبعا عارفه في القطاع الناشئين، لكن انا برضو عايز اشوف في الفريق الاول. طب النهارده كعرضيات بيعمل عرضيات كويسه، عايزين نشوف شكله يعني عامل ازاي، هيأدي ازاي. ادي له فرصه، ادي له فورمه ماتشات. النهارده لا قدر الله لو حاجه حصلت لمعلول اتوقف او اصابه، مين اللي هيلعب؟ ما هو كريم الدبيس يا كوكا واحد فيهم. صحيح. فلازم الاثنين يبقوا جاهزين. يعني لو قلنا تشكيل مصطفى شوبير، ربيع او ياسر، افضل اراحه عبد المنعم يعني اعطاء فرصه لربيع او ياسر يعني ان هم يكونوا جاهزين. كريم الدبيس ناحيه الشمال، خالد عبد الفتاح او اكرم او يعني اي واحد فيهم حسب اللي جاي. حد غير محمد هاني يعني. للتحضير ان انا بدي فورمه للعيبه اللي جايه برضه. بشوف ان كوكا
مهم ان انت تديله برضو، عشان لما يبقى في منافسه ما بين كوكا ومروان عطيه ده هيديك ال 100% وده هيديك ال 100%. صحيح. الاثنين اللي قدام قفشه، قفشه انا بشوفه لعيب مهم، قفشه ده بيغير طريقه اللعب تغييره مهم كده، يقول لك ماشي قفشه، لا قفشه مهم جدا. صحيح. انت النهارده بتلعب 4-1-4-1، صانع الالعاب الحقيقي الوحيد الموجود في النادي الاهلي قفشه. صح. فانت لازم تستغله. النهارده ماتش الوداد لما نزل الشوط الثاني هو والسوليه غير الشكل. صح. لان بتزنق في بعض الماتشات محتاج صانع العاب، فلازم ادي القفشه ادي له فرصه. صح. امام عاشور انا شايف ممكن ياخد 50-60 دقيقه، ممكن ابدا بيه لانه ماشي بحاله حلوه وبيمتعنا، فلازم ان انا الكوتش احمد ثابت 50-60 دقيقه. اه كابتن احمد ثابت 50-60 دقيقه ليه؟ حالته كويسه. اه حالته كويسه على فكره، انا مع الكلام اللي انت بتقوله. ماشي كويس، بيمتع الناس، سيبه يجيب اسيست ولا جون واخرجه. تمام. احميه. الاثنين اللي على الاطراف، كريم فؤاد ماشي بشكل كويس، اديله بدا يجيب خد الثقه، اديله حتى برده 60 دقيقه. ليه 60 دقيقه؟ لانه راجع من صليبي. صحيح. فمش هياخد ال 90 دقيقه مستحيل، فانا لازم اديله 60 او 70 دقيقه بالكثير. الناحيه الثانيه بقى في رضا سليم قدام طبعا صلاح محسن، ممكن احمد عبد القادر، وممكن احمد عبد القادر طبعا. احمد عبد القادر مهم برده ان هو ياخد، لانه كل ماتش بينزل بيعمل فارق في الشوط الثاني. صحيح. قدام بشوف ممكن كهربا او تاو، ممكن تجرب فكره ان تاو راس حربه هتحتاجها في بعض الماتشات برضو. كريم مش هتقول تشكيل برضو بتخلع ولا لا؟ خالص والله مش هم بخلع. طيب عموما اسالكم انتوا الاثنين على التحكيم. اخر حاجه معانا التحكيم. ماشي. اسالك يا كريم عن التحكيم في الدوري، واحمد ثابت برضو بعد ما تخلص يا كريم. ما زلت مؤمن ان احنا عندنا مشكله السنه دي واضحه قوي قوي في مساله حسم بعض الامور، واحنا هنا يعني ياما اتكلمنا على الاخطاء. انا هنا اهو من قناه النادي الاهلي بقول نادي الزمالك كان له ركله جزاء صحيحه في المباراه الاخيره قدام نادي المقاولين، الكره اللي على الخط ضربه جزاء صحيحه، وكان لازم امين عمر لما رجع ومحمد عادل قال له الكره ركله جزاء لان خط ال 18 جزء من المنطقه، فكان لازم يحسبها هدف طبعا نادي المقاولين، هدف صحيح. لكن المباراه ما تحسش يا كابتن اسلام ان فيها تحكم. معلش سؤال، انت بتقول ان الزمالك له ركله جزاء صحيح؟ طبعا. طب انا هنا من داخل قناه النادي الاهلي بقول ان المقاولين العرب له طرد صحيح. اه طبعا. حاتم سكر امام الشوط الاول طبعا، لاعب نادي الزمالك الباك ليفت حتم الصغير حاتم سكر. حاتم سكر طبعا، انا برضو من قناه الاهلي بقول طبعا طبعا طبعا. الكوره بصراحه المباراه فيها اخطاء تحكيميه كتير وقرارات تحكيميه. انا تاني السنه دي بصراحه، مع انا بصراحه بيريرا ايا كان هو عنده مشاكل، وشفنا كمان هم يعني بيطلعوا في برامج تلفزيونيه بيردوا على بعض. بصراحه ايام كلاتنبرج انا شايف ان احنا افسدنا تجربه كانت جيده وماشيه بشكل كويس بسبب ان في مجموعه مسيطره على مجال التحكيم في مصر بتصر ان هي اللي تكمل. تاني الاخطاء هتكمل، لان واحد واضح ان مفيش عقاب، اتنين مفيش اي مسؤوليه. الحكام واضح جدا بصراحه مش خايفين من بريرا زي ما كنت شايفهم خايفين من كلاتنبرج. كلاتنبرج كان بيطلع كل يوم اثنين يا كابتن اسلام يعمل فيديو يتكلم عن الناس كلها، والله كان كل والله عرقان. والله العظيم. صحيح. على الجروب بتاعه، انا مصدق على الجروب بتاع الحكام عاملين ليهم جروب على الواتساب، كل كان يوم الاثنين دول كله قاعد مستني الفيديو يشوف بقى التقييم بتاعه. احمد اتمنى ان رئيس لجنه الحكام يطلع برضو يحلل الحالات التحكيميه زي ما كلاتنبرج بيعمل. يطلع مين؟ مش هيطلع. اتمنى ان ده يحصل. مش هيطلع طبعا، لان عشان اللي بعد مستحيل. مش هيطلع يعني عشان ما تقعدش. الجزء الثاني قصه مباراه الزمالك والمقاولين، انا مش عارف، انا مختلف مع الناس، انا شايف ان هي مش ضربه جزاء حتى لو 100 محلل. انا شايف انا بصراحه انا وجهه نظري انا شايفها مش ضربه جزاء. انا شايف وشايف ان امين عمر يعني هو لما راح للكابتن محمد عادل قال له ايه؟ قال له ثلاث ارباعها بره. هو ايه؟ هو يقصد ايه برضه عشان الناس ظلمة امين عمر؟ لا هو قصده زي ما انتوا بتيجوا تحسبوا الكوره على الخط. لا ما كانش مش رميه التماس. لا مش تخش في جدال بس عشان هياخد وقت. قال ان هي بره يعني دي غير ماشي، بس بقانوني. هو قال ان هي بره يعني هو شايفها بره، وانا بصراحه شايفها مع ان هي بره، انا شايفها مش ركله جزاء. هي وجهات نظر كده. من بقول لك الحاجه الثانيه لو الناس بقى بتعترض او شايفه ان امين عمر اصل هو اهلاوي اصل لا 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 خالص لا لا كابتن امين لا عمر لا 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 امين لا عمر لا اكتر لا من اكتر الحكام اللي ظلمت النادي الاهلي. وبعدين ماتش المحل انا عمري ما انسى ماتش المحل ومحمد هاني ركله الجزاء. طب ما في طرد للمقاولين من الشوط الاول. صحيح. طب ما المقاولين الزمالك كان هيلعب الزمالك يعني الزمالك كان هيلعب ب 10 لعيبه في الشوط الاولاني، يعني ده لو حكم متعمد مكان ازاي؟ انت عارف انا الغريب بقى بالنسبه لي ايه قبل بس ما نختم بسرعه جدا كده؟ الغريب بالنسبه لي مش اللي طالع يتكلم عن النادي بتاعي. يعني انا مثلا عندي مشكله في النادي، انا بقول ان انا ليا ركله جزاء مثلا، فبطلع اقول ان انا ليا ركله جزاء،
في ناس طلعت تقول لك ايه الاهلي اصله بعت جوابين او بيانين فاتكلموا على الاتحاد فالاتحاد بيراضي ويقول لك الاتحاد الاهلي ما لعبش غير ماتش وكسب 4-0 مش عارف عمل ايه بس انا حابب بقول لك بس حاجه قبل ما ايه قبل ايه الفقره دي لا انا والله مشكلتي في ده الاهلي ما لعبش غير ماتش وكسب 4-0 مش مشكلتي في اللي بيطلع يدافع عن النادي ان هو عندي ركله جزاء او عليا يعني انا من حقي ركله الجزاء هو حر ده أيوه أيوه على فكره زي ما صح في ناس بتختلف من حقه ده بيحافظ على النادي لكن انا ايه اللي دخل الاهلي وخلى الاهلي اصله الاهلي بعت جواب من ورا كده حد جالك من ورا وانت قاعد بيخضك وي بيملي الورق بيرمي ورقتين ايه للاهلي جايبهم خليني بس اسال سؤال بس قبل ما نخلص احنا كام اسبوع بقى ثابت في الدوري ده واحد ونص واحد وثلاث ثلاث والله خايف يا اسلام يعني فاكر انت الاسبوع الاول حكينا على الخطا بتاع كابتن ابراهيم نور الدين في ماتش الاسماعيلي ما كانش في غيره بس لا اقصد ايه ده احنا اسبوعين اسبوعين بص الاخطاء اللعبات اللي هي ايه انت بتقول ايه مستحيله مستحيل ما تحسبش يعني طرد حاتم سكر مستحيل ضربه الجزاء في وجهه نظري مستحيل طبعا الهدف بتاع المقاولين هدف صحيح 100% لان الكورنر طبعا كان كورنر صحيح لان الكوره خبطت في محمد عبد الغني بس الاخطاء كتير ما بالك ما بالك اللي جاي هيبقى فيه ايه ده لسه اول اسبوعين في الدوري والمنظر ده انا مش كل ده مش فارق معايا والله العظيم اقسم بالله انا كل ده ما فارق معايا هنقعد نتكلم فيه وهنقول ونعمل لكن ايه اللي دخل الاهلي اصل الاهلي بعت بيانين فالناس عايزه تراضي الاهلي فالاهلي بص كلام من الجنب اليمين ليه كان قال لك الاهلي اهلي ارضاء للاهلي تم استبعاد الزمالك من السوبر بيحاولوا يبقى يعملوا ضغط على تخيل دي ارضاء للاهلي ارضاء للاهلي تم استبعاد الزمالك لا فندم ارضاء للزمالك هو الزمالك هو الاهلي هو اللي قال للزمالك انسحب انا عارف يعني مين اللي خد القرار ده اي حد بيقول انت ليه ما طلعتش ساعتها للمسؤول اللي خد القرار تقول له لو سمحت اسم نادي الزمالك لا يصح انه يتحط في الموقف ده ليه النهارده بتتكلم على القرار وساعه القرار نفسه لما اتاخد سكت ما هو احمد قال كلمه حلوه جدا قال الزمالك خسر الدخول في بطولتين طبعا سواء مع الفلوس فلوس نعم فلوس النهارده عايز اقول حاجه اخيرا النهارده عدد من صفحات نادي الزمالك بتقول لبعض اللاعبين اللي تاخده من النادي الاهلي في البولي فول في الانسات لو سمحتم ما تكلموناش عن فلوس دماغ خدوا الفلوس من اللي جابكم احنا فريق الكوره محتاج الفلوس طيب كان ايه لازمه ان نقعد نناكف في بعض ومش عارف نعمل ايه وبتاع للاسف لازم ناخد قراراتنا ومواقفنا ساعه القرار نفسه مش كده بعديها الفارق كبير اقعد اقول كبير لغايه اخر حاجه ما بين النادي الاهلي واي حد تاني مؤسسه النادي الاهلي مؤسسه النادي الاهلي كابتن خطيب موجود كابتن خطيب تعبان كابتن خطيب عنده التزامات معينه موجود العمري بيه فاروق موجود خالد بيه مرتجي موجود مجلس الاداره كاملا بيتخذوا القرارات المناسبه للنادي الاهلي مع الكابتن خطيب مش المناسبه للخطيب ولا المناسبه للعمري فاروق ولا المناسبه لا هي المناسبه للاهلي وكل الادارات اللي بتيجي بتكمل بعض وهذا هو الفارق عشان كده الالتزام دائما ما يكون كلمه انا بشكرك جدا يا ابو حميد عجبني الجاكيت كشمير عجبني حد بعت لك بصراحه والله بجد الجاكيت حلو بشكرك شكرا جزيلا ان احنا وجودك معانا انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع ان شاء الله التقي مع حضراتكم ويوم الاحد القادم وبدايه اسبوع جديد في البيت الكبير